بلغت محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة مبلغا تجاوزوا فيه حدود الدنيا. روى البيهقي أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه يأتيني وقت أظن أنني إن لم أرك فيه أموت. ثم بكى. النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من البكاء، لأنه فهم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا تحتاج معه أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما إن يغيب عن ناظرك حتى تشتاق إليه فتحب أن تراه، فذهبت إليه فرأيته. فما وجه بكائك؟ أنت الآن تراه، مفروض أن تفرح لا أن تبكي. يا عين قد صار البكاء لك، قد صار البكاء شجية تبكين في فرح وفي أشجان، لماذا تبكي؟ فقال: يا رسول الله، إني تفكرت في أمر الآخرة، فعلمت أنك إذا دخلت الجنة ستكون مع النبيين، أنك حين تدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة قطعا، أنك حين تدخل الجنة ستكون مع النبيين، وأنا إذا دخلتها سأكون في مرتبة دونك فلن أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده من يقول له. ثم بعد ذلك أنزل الله قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذلك الرجل: وأنك ستراني في الآخرة أيضا. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يعمل كعملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب أبا بكر وعمر، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يجعلني معهم وإن لم لا أعمل كعملهم. هكذا كانوا، فكيف نحن؟